اسمي تيم الفلاسي، إعلامية رقمية ورائدة أعمال إماراتية. يعني ها أسهل سؤال أقدر أجاوب عليه على طول، لأنه مو بنفس باقي اليهال كنت أقول أبا أكون دكتورة وبكون طيارة وبكون مهندسة. لا، أنا عرفت من الصغر أن أنا أموت في شيء اسمه إعلام، فأبداً ما توهكت بهالشيء. روتيني اليومي، أصحى من النوم أتم 3-4 ساعات في الغرفة، لازم أكيف مع نفسي، وبعدين أبدأ أطلع للعالم الخارجي. من الساعة 12 وحدة يبدأ الميتينجز، يبدون أصير أشوف مطاعمي، أروح إذا عندي حاجات أقضيها، وبعدين مع الأهل والأصدقاء. التحديات اللي تواجهني كل يوم، صراحة أكبر تحدي بالنسبة لي يعني اللي يخطر في بالي حاليا الأوفر ثينكينج، التفكير الزايد، يعني وايد 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 شيء يخرب لي يومي حتى. أبغى أقولهم جملتي المعتادة، كن حيث لا يريدونك أن تكون. دائما بتلقى ناس يحبطونك، دائما بتلقى بتسمع كلمة لا لا، أنت مش حلو كفاية تكون هنا، أنت مش طويل كفاية، أنت مش ذكي كفاية. لا، أنت كفاية وأكثر من الكفاية، بس فقط أنك أنت تآمن بنفسك وتثق بنفسك بتكون كفاية. أكيد خارج الأكل والسفر أحب شيء جد، يعني أنا زعلانة لا أحد يبغى يراضي، أنا أموت شيء اسمه سينما، أحب الأفلام وايد. أنا قدوتي قادتي طبعاً الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد، هم أكبر قدوة. أبغى أقول الاستمرارية، يعني قلتها قبل وأرجع أقولها، الاستمرارية شيء أنا أعاني منه وما أبغي الناس يعانون منه، لأنه وايد ناس يبدون بصناعة المحتوى وناس وايد كرياتيف وناس وايد، تلقى الناس على طول انجذبوا لمحتواهم بس عقب تلقاهم خمدوا ولا رقدوا ولا تحسهم يو طلعوا بعد شهرين طلعوا بعد 3 شهور. الاستمرارية ثم الاستمرارية. حافلة ملخبطة بعيدة عن الروتين جداً.